بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأسرة إذا كانت مستقرة تكون مؤهلة لتحقيق مقاصدها في المجتمع. فالأسرة هي النواة الأساس في المجتمع. اذا كانت الاسره قويه متماسكه مستقره كان المجتمع كذلك قويا متماسكا مستقرا اما اذا كانت الاسره مهزوزه فالاستقرار الاسري يجعل الاسره مؤهله لتحقيق المقصد الايماني والمقصد التربوي والمقصد العلمي والمقصد الاجتماعي والمقصد الاقتصادي فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وتزداد اهميه هذا الاستقرار خاصه في هذه الظروف التي تعيشها الاسره الجزائريه والاسره المسلمه بل والاسره البشريه قاطبه لان الاسره في هذه الظروف في هذا الوقت الذي نحياه تعاني الوانا من الهموم تواجه الوانا من التحديات على جميع المستويات التحدي الاعلامي، التحدي الثقافي، تحديات كثيره تعمل على زلزله اركان الاسره فاذا ضاعت الاسره يضيع معها المجتمع اعالج هذا الموضوع من خلال ثلاث نقاط اساسيه النقطه الاولى الاسره ما قبل التاسيس النقطه الثانيه ما بعد التاسيس النقطه الثالثه ما بعد فك الرابطه الزوجيه وما بعد حصول الفراق بين الزوجين ثم الخاتمه بالنسبه للمرحله الاولى المتعلقه بما قبل التاسيس لابد ان نؤكد على ان الشريعه الاسلاميه قررت الاحكام الشرعيه الكفيله بتحقيق الاستقرار الاسري بدءا من الخطبه الى ما بعد الزواج لتاهيل هذه الاسره لتحقيق دورها في المجتمع لتحقيق مقاصدها المختلفه اذا فالخطبه هي المرحله التمهيديه لبناء الاسره لا شك ان هذه المرحله مرحله مهمه جدا فاذا طبق الاطراف يعني اطراف هذه العلاقه القواعد الشرعيه وانضبطوا بالاحكام الشرعيه فلا شك ان الاسره انطلقت من منطلق صحيح كان بناؤها على اساس متين فلا بد من مراعاه الضوابط الشرعيه ولا بد من مراعاه المعايير الاخلاقيه التربويه ولا بد ايضا من مراعاه الحدود العرفيه فالعرف له وزن معتبر له دور كبير في تحقيق الاستقرار الاسري فضلا عن احكام الشريعه الاسلاميه وعن القيم والمبادئ الاخلاقيه التي ترافق الاسره في جميع مراحلها وفي هذه المرحله بالذات نؤكد على ضروره التاهيل على ضروره التاهيل لا بد من تاهيل المقبلين على الزواج يشرف على ذلك اهل الاختصاص واهل الخبره واهل التجربه من رجال الشريعه والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم لا بد من تاهيل هؤلاء المقبلين على الزواج لان هذا البناء اذا كان متينا منذ البدايه لا شك أن الأسرة تكون مؤهلة للانتقال إلى المراحل اللاحقة ثم تأتي النقطة الثانية المتعلقة بمرحلة التأسيس والحديث ينصرف هنا إلى عقد الزواج إلى إبرام عقد الزواج لا بد من مراعاة أيضا الأحكام الشرعية المتعلقة بإبرام عقد الزواج ولا بد من احترام القواعد الشرعيه والقواعد العرفيه والمعايير الاخلاقيه عند تاسيس عقد الزواج، وبعد ذلك تبدا الاسره في الحياه، في الحياه الزوجيه. لابد من استحضار النصوص الشرعيه التي تحمي الاسره، على سبيل المثال ما قال ربنا عز وجل في سوره النساء في الايه رقم 21 حيث يقول ربنا جل جلاله: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اذا فهذا العقد عقد الزواج وصفه الله عز وجل بوصف الميثاق الغليظ. واخذنا منكم منكم ميثاقا غليظا وما ذكر لفظ الميثاق الا في موضعين في موضع النبوه وفي موضع الزواج ابرازا لاهميه هذا العقد. الذي به تنشا الاسره، الذي به تتاسس الاسره، لذلك صدق الله اذ يقول: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ونستحضر ايضا قوله تعالى في سوره الروم الايه 21 حيث يقول ربنا جل جلاله: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون فاذا حضرت الموده وحضرت الرحمه فان هذه الاسره تكون قادره على تجاوز جميع العقبات وتذليل جميع الصعوبات ومواجهه جميع الازمات وجميع الهزات والزلازل التي تواجهها في حياتها. لذلك ربنا عز وجل ذكر الكثير من المعاني التي تحفظ الاسره وهذه المعاني يمكن ان نقسمها الى قسمين. هناك بعض المعاني تنصرف الى التدابير الوقائيه. التدابير الوقائيه درءا لاي نزاع قد يقع في هذه الاسره. وهناك معاني ايضا تنصرف الى الاجراءات العلاجيه كما نقرا في سوره النساء في الايه 35 حيث قال ربنا عز وجل عند حصول النزاع بين الزوجين فابعثوا حكما من, من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. إذن هذه المرحله مهمه جدا نستحضر هذه النصوص. والنصوص الاخرى المبثوثه في الوحيين في القران الكريم وفي السنه النبويه المطهره. وفي هذه النقطه بالذات لابد ان نؤكد على ضروره مراعاه منظومه الواجبات والحقوق. منظومه الواجبات والحقوق لابد ان تحفظ وان تراعى. فهناك واجبات وحقوق مشتركه. بين الزوجين وهناك واجبات وحقوق خاصه بالزوج وهناك واجبات وحقوق خاصه بالزوجه ولكن نحن نتحدث عن الاسره بشكل عام لا فلا بد من مراعاه منظومه الواجبات والحقوق التي تربط بين جميع افراد الاسره الواحده ومجتمعنا كما تعلمون يتبنى ما يسمى في علم الاجتماع بالاسره الممتده يتبنى مفهوم الاسره الممتده لا مفهوم الاسره النواه وفي هذه المرحله بالذات تقع الجمله من التجاوزات من احد الاطراف اما من الزوج احيانا او من الزوجه احيانا او من الاولاد احيانا او من اطراف اخرى فالمسؤوليه مشتركه الجميع مسؤول. عن هذه النواة عن هذه الخلية الأساسية في بناء المجتمع ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد الفراق ما بعد فك الزوجي الرابطة الرابط الزوجية لا سمح الله إذا وقعت هناك نزاعات بين الزوجين أو بين أفراد الأسرة الواحدة لا بد من استحضار القواعد الشرعية التي تمكن هذه الاسره من تجاوز هذه العقبات. من هذه النصوص ما ذكرناه في سوره النساء الايه 35، التحكيم العائلي، وقبل ذلك الحوار بين الزوجين، ومراعاه الواجبات والحقوق، هذه المنظومه التي تربط بينهما، واذا اختل حق من الحقوق أو اختل واجب من الواجبات فلا بد من الرجوع إلى النصوص الشرعية التي تعيد المياه إلى مجاريها منها الحوار بين الزوجين أو بين أفراد الأسرة الواحدة منها التحكيم العائلي طبقا للآية التي ذكرناها 35 من سورة النساء وفي سورة النساء نجد الكثير من النصوص كقوله تعالى في الآية 65 حيث يقول ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. طبعا هذه الآية لا تنصرف إلى الأسرة فقط ولكن هي آية جامعة تطبق في جميع مجالات الحياة. مهما كانت طبيعة النزاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا إذا لا سمح الله وقع الفراق بين الزوجين قد يقع عن طريق الطلاق بالارادة المنفردة وقد يقع عن طريق التطليق او التفريق القضائي طبقا للقانون بالنسبة للقانون الجزائري المادة 53 من قانون 84 11 المعدل والمتمم بالامر 0502 أو طبقا للمادة 54 ما يتعلق بالخلع أو طبقا للمادة 48 ما يتعلق بالطلاق بالتراضي فإذا وقع الطلاق لا سمح الله وهناك أولاد لابد من طرح أيضا مسائل مهمة تتعلق مثلا بالنفقة هذه الأحكام الواردة في القانون المذكور خاصة المادة 74، المادة 75، المادة 76، المادة 77 يعني مواد قانونية ترافق هذه الأسرة إذا فبعد الفراق أو بعد فك الرابطة الزوجية هناك آثار من هذه الآثار ما يتعلق بالنفقة على الأولاد المحظونين، ما يتعلق بإسناد الحضانة، لابد من مراعاة الترتيب الأولوي حسب ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية ومؤكد في القوانين منها قانون الأسرة الجزائري قانون 84 11 المعدل والمتمم، يعني المادة 64 وما بعدها من المواد المتعلقة بالحضانة، لابد من مراعاة الأحكام الشرعية والاحكام القانونيه والمعايير العرفيه بخصوص الحضانه والنفقه وغيرها من المسائل وفي هذه المرحله ايضا تقع نزاعات بين الازواج بين المطلقين يعني مثلا عند اسناد الحضانه وربما حرمان الطرف الاخر من حق الزياره وربما يتقاعس الوالد او الاب في تقديم مبالغ النفقه المستحقه قضائيا وغيرها من المسائل هذه النزاعات التي تقع بين الزوجين او بين افراد الاسره الواحده في جميع المراحل لا بد من العمل على تجاوزها من خلال الرجوع الى القواعد الشرعيه فيلجا الخصوم اليها الى هذه القواعد ربما يجدون الحل المناسب من خلال عودتهم الصحيحه الصادقه الى هذه النصوص واذا تعذر ذلك يمكن اللجوء الى التحكيم العائلي والتحكيم العائلي موجود في شريعه الله عز وجل وقننته القوانين المختلفه واذا تعذر ذلك لا بد من الرجوع الى مجالس الصلح فمجالس الصلح لها دور كبير في مرافقه الاسره من خلال الاشراف على حل نزاعاتها المختلفه فندعو بكل قوه الى ضروره تثمين جهود رجال الصلح ونساء الصلح ولا بد من انتشار هذه المجالس في وطننا وندعو الى بناء هذه المجالس على مستوى الامه بل على مستوى العالم لان الاسره اذا استقرت يستقر معها المجتمع وفي الخاتمه ندعو ايضا الى مراعاه الاحكام القانونيه في القوانين الان الحمد لله قننت الكثير من الاحكام. بدءا من قانون حقوق العائلة الصادر عن الدولة العثمانية في 1917 وبعد ذلك صدرت قوانين مستمدة من الفقه الإسلامي وهي كثيرة أذكر على سبيل المثال في مصر وفي سوريا وفي الأردن وفي تونس وفي المغرب وغيرها من الدول مثلا أبدأ بالقانون في 1920 في 1943 في في 1946 1951 1953 1956, 1956، مجله الاحوال الشخصيه التونسيه 1957 مدونه الاحوال الشخصيه المغربيه التي صارت الان تسمى بمدونه الاسره الى ان نصل الى ليبيا 1900 يعني والعراق والجزائر في 1984 القانون 84 11 المعدل والمتمم بالامر 0502 ذكرت هذه المواد على سبيل المثال والكثير من هذه القوانين الكثير من هذه القوانين اشارت في موادها الى ضروره الرجوع اما الى الشريعه الاسلاميه كما في القانون الجزائري في الماده 222 حيث نصت حرفيا على ما يلي كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية أي بجميع مذاهبها وهناك قوانين أخرى أحالت عند وجود فراغ قانوني الى الراجح او المشهور في الفقه المالكي او في الفقه الحنفي او في مدرسه من المدارس الفقهيه المختلفه فقط ذكرت ذلك للتنبيه الى ضروره العوده الى هذه القوانين وكذلك نرجو ان تعدل هذه القوانين بما يستوعب الاحكام الشرعيه المختلفه التي تحفظ اسرتنا من كل نزاع يقع فيها وفي خاتمه القول ادعو الى ضروره تفعيل مجالس الصلح لمرافقه الاسره في جميع مشكلاتها وفي جميع قضاياها وفي عبر جميع مراحلها اسال الله عز وجل ان يوفقكم جميعا الى ما يحبه ويرضاه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله